أهلا بكم أيها الشعب المسعود العظيم في الاتجاه الصحيح. هل قلتم أيها الشعب المسعود لمليككم سلمانكو بعد عودته من واشنطن حجا مبرور وسعيا مشكور؟ أليس هذا هو واجب الشعب، أن يرحب بطويل العمر في حله وترحاله؟ ألم تكن هذه التهاني والتبريكات عادة شعبية حين يعود ولاة الأمر من الحج الواشنطني؟ يقول أحد المتخصصين في التراث الشعبي التابع للجنادرية: لماذا إذن يشنع بعضكم بزيارة سلمانكو للبيت الأبيض رغم أنه اقتدى ببقية ملوك وأبناء الموسوس؟ يستهجن باحث تاريخي. لماذا هذا القلق من ضياع بقية الرز السعودي الذي ترعاه أيدي ملكية أمينة؟ يقول دبوس سعودي: لكن في المقابل ألم يسبق لسلمانكو أن حج للبيت العتيق وغسل الكعبة؟ فهل هو بحاجة لحج جديد إلى البيت الأبيض؟ يستنكر جامي مطيع لولاته أمره: أليست زيارة سلمانكو تاريخية والتقى بسيد البيت الأبيض الند للند كما كان أبوه الموسوس مع روزفلت وتشرشل؟ يؤكد صحفي مسعود على البيرول لوزارة الداخلية: ألم يعد سلمانكو للرياض الزاهرة بكثير من الرز الأمريكي لتتخلصوا من البطالة والفساد أيها المسعودون؟ ألم يؤدب خادم الحرمين سلمانكو أوباما ويقول له: بلادي ليست بحاجة إلى شيء، حتى وإن صلح المترجم كلام المليك حفظه الله؟ هذه تساؤلات يطرحها عليكم الاتجاه الصحيح، فأجيبوا عليها أيها المسعودون بشفافية واحترافية ومهنية، وأرسلوها إلى ديوان سيدي سلمانكو في أسرع فرصة ممكنة. ولا تنسوا أن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد الممتنعين عن الإجابة المطلوبة. ألقاكم في حلقة قادمة. ها هو غانم الدوسري قاهر آل سعود ودبابيسهم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد عجبكم الفيديو صح؟ طيب اعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا في التعليقات تحت، وارفعوا رؤوسكم، ما انتم بسعوديين، وجزاكم الله خيراً.